من أسئلة الكتاب Solve Using Gauss Jordan Elimination Problem 48 عندنا 3 equations و 3 variables نكون الـ Augmented Matrix ممكن ننقل الـ Second Equation to be first row لأن تبدأ بـ Coefficient 1 فأقول 1 1 1 negative 1 وبعدين نكمل عادي الفيرست ايكويشن تبقى سكند رو 3 مع 5 مع نيجاتيف 1 مع نيجاتيف 7 والثيرد ايكويشن في الثيرد رو 2 مع 0 لان مفيش اكس 2 11 7 الفيرست ايليمنت في الفيرست رو 1 عايزين باقي العناصر في الفيرست كولوم بزيروز يبقى هنا نيجاتيف 3 نضرب الفيرست رو كله في نيجاتيف 3 وال2 المفروض تبقى 0 فنضرب الفيرست رو في نيجاتيف 2 الفيرست رو ما فيهوش تغيير ننقله زي ما هو يبقى 1 1 1 نيجاتيف 1 ون نيجاتيف 3 من R1 مع R2 ونعمل لل r 2 نيجاتيف 2 من R1 مع r 3 و 3 ثري 3 يبقى 0 نيجاتيف 3 مع 5 2 نيجاتيف 3 مع نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 3 مع نيجاتيف 7 بنيجاتيف 4 الثيرد رو رو نيجاتيف 9 الـ 2 اللي هي سكند إلـمت في الـ سكند رو، مفروض تكون 1، فنقسم الـ سكند رو على 2، 1 over 2 من r2 ونـ replace r2 يبقى زيرو، مع 1 مع نيجاتيف 2 مع نيجاتيف 2. اللي فوق واللي تحت ال1 الجديد في السكند رو المفروض يكون 1 فمحتاجين هنا نيجاتيف 1 فنضرب السكند رو الجديد في نيجاتيف 1 يبقى 0 نيجاتيف 1 2 2 نفس الشيء ال2 نيجاتيف 2 محتاجه 2 فقول 2 يبقى هضرب السكند رو في 2 يبقى 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 ونكتب عملنا ايه هقول نيجاتيف ار2 مع ار1 ونريبليس الار1 نيجاتيف لا مش نيجاتيف بوزيتيف 2r 2 مع r3 ونريبليس الار3 1 مع 0 1 1 مع نيجاتيف 1 0 1 مع 2 3 نيجاتيف 1 مع 2 1 0 نيجاتيف 2 مع 2 زيرو 9 مع نيجاتيف 4 5 و 9 مع نيجاتيف 4 5 الدور على ال 5 ثيرد اليمنت في الثيرد رو المفروض يكون ب 1 فيمكن قسمة الثيرد رو على 5 يبقى 0 0 1 1 ونكتب عملنا ايه 1 اوفر 5 ار 3 ونريبليس ال R 3 عايزين بقى العناصر في الثيرد كولوم تكون بزيروز فمحتاجين هنا 2 فنضرب الثيرد رو الجديد في 2 محتاجين نيجاتيف 3 لل 3 يبقى نيجاتيف 3 فضربنا الثيرد رو في نيجاتيف 3 طبعا هنا زيروز ونكتب عملنا ايه نيجاتيف 3 من R1 من R3 مع R1 ونريبليس replace ال R1، 2 من R3 مع R2 ونريبليس replace ال R2 هيبقى 1، 0 مع 0، 3 مع نيجاتيف 3, 3 ب 0, 1 مع نيجاتيف 3 ب نيجاتيف 2, 0, 1, 0, 0.

لو عايزين نتأكد ان شغلنا صحيح ناخد القيم اللي حسبناها لنيجاتيف 2 و 0 و 1 ونعوض في الاوريجنال ايكويشن 3 نيجاتيف 2 بلس 5 تايمز 0 ماينس 1 ايكوالز نيجاتيف 6 ماينس 1 ايكوالز نيجاتيف 7 فرايت سايد right صحيح نيجاتيف تو بلس زيرو بلس نيجاتيف ون بلس ون نيجاتيف تو الزر ون يبقى يبقى ون فى فى الزر فى إكس ون which is نيجاتيف تو بلس 11 تايمز 4 مع 11 يبقى 7 ده الرايت سايد يبقى شغلنا وحساباتنا صحيحه